عرفني نفسك. لا مش لازم الاسم. طيب هيتم رفع دعم الدعم عن الكهرباء. هل خلال شهور اصلا دعم الكهرباء هو في دعم؟ هو في كهرباء؟ هو في كهرباء؟ انا عاوز افهم في كهرباء عشان يبقى لها دعم. كهرباء بتقطع ولسه الصيف جاي وهتتنيل وهتقطع. مفيش حاجه عندنا اصلا. بحضرتك؟ نعم. هتعرف بحضرتك؟ مواطن مصري. طيب تمام. حضرتك في هيبقى في رفع الدعم عن اسعار الكهرباء خلال الاسابيع القادمه، انت موافق على القرار ده ولا لا؟ Absolutely not. Absolutely not. No. No. المواطن المصري مواطن غلبان وعايز المساعدة. لما ترفع الدعم عن الكهرباء الناس هتعيش في الظلمة، الناس مش لاقية تاكل أصلا دلوقتي. بصوش على الزبالة اللي في الناس اللي بتنام قدام الجامع، ما بيبصوش على الزبالة اللي في الشارع، ما بيبصوش على الناس الغلابة، ما بيبصوش على الناس اللي قاعدين على ويل تشير ومش لاقيين ياكلوا نامين في الارض، ما بيبصوش على البلطجيه بيعملوا ده كده ليه؟ عشان ايه؟ فين؟ لو في شغل ما كانش يمكن ابدا ان يكون في بلطجيه، لان اصلا لو الحكومه قادره تسيطر على البلطجيه ما كانش يبقى في بلطجيه كتير. لكن الحكومه لازم تدعم الامن كمان، وكمان رفع الدعم عن الكهرباء ده شيء هيزود الجريمه. رفع الدعم عن الكهرباء شيء هيزيد التخلف اكتر. المفروض الحكومه تعمل محطات يعني تنشئ كهرباء عن طريق الطاقه الشمسيه، عن طريق الطاقه النوويه السلميه، وتقف كده قدام الامم المتحده تقول لهم احنا عايزين حقنا. اشمعنى فرنسا 80% من الكهرباء بتاعتها عن طريق الطاقه النوويه؟ اشمعنى ايه؟ الحكومه لازم تطلع مش تنزل. عرفني نفسك يا حاج. انا اسمي خالد محمد. استاذ خالد، ايه رايك في رفع الدعم عن الكهرباء وزياده اسعارها؟ هي زادت قوي، هي لسه زايده من فتره وهيترفع الدعم من عليها، هتزيد زياده، فده عيب علينا اكتر من العادي. يعني انت مش موافق عن زياده اسعار الكهرباء؟ لا طبعا، حتى في الوقت الحالي، يعني حتى لو هم عايزين يزودوها بعد كده، انما مش في الوقت الحالي لانها لسه زايده من قريب والغاز زاد، فكده هيبقى كله بيزيد مره واحده ويتشال الدعم من عليها كده. تمام، كله في نفس الوقت. تمام.